تواصل فرق وزارة التجارة والصناعة جولاتها التفتيشية على الأسواق التجارية في سبيل الكشف عن المحاولات أو المحلات المخالفة وإنذارها من ثم إغلاقها وإحالتها إلى النيابة التجارية في حال عدم التزام أصحابها بما نص عليه قانون وزارة التجارة على هذا الصعيد. طبعا مفتشو وزارة التجارة والصناعة تفقدوا الأسواق التجارية في منطقة الفيحيل وضبطوا مخالفين وأغلقوا أكثر من 15 محل تجاري مخالف للقانون وحيل أصحابها إلى الجهات المختصة. نتابع. وزارة التجارة والصناعة تطبق القانون على المحلات التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواد القانون، وهذه المرة من أسواق الفيحيل حيث ضبط مفتشو الوزارة عدد من المخالفين تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص. اليوم قمنا في جولة تفتيشية على المحلات الفيحيل لمخالفتها القرارات الوزارية وعدم التزامها، وتم تسكير بعض المحلات لعدم التزامها بالقوانين. نرجو من المستهلكين والمقيمين اتصال على 135 في حال وجود أي مخالفة أو مشاهدة أو أي شيء. نحن متواجدين على مدار 24 ساعة. مفتشو وزارة التجارة والصناعة يعملون على مدار الساعة بهدف حماية المستهلكين ورصد أي مخالفات أو ارتفاع مصطنع للأسعار في الأسواق التجارية على طريق تطبيق القانون. حاليا في منطقة فيحيل تم إغلاق محلات بيع بضاعة مغلدة مخالفة القرار الوزاري 216 لسنة 2014. نعم تم انذارهم وما زالوا يزاولون بيع السلع المغلدة وتم تحرير محاضر ضبط وتحويلها للنيابة التجارية. الجولات طبعا مستمرة ولله الحمد، وإن شاء الله أنها تكون ما فيش أي مخالفات إن شاء الله، وإن شاء الله الكل يلتزم بالقرار ويلتزم بالقوانين وعدم المخالفات، ولله الحمد إن شاء الله أن كل شيء إن شاء الله راح يستمر والتفتيش له الحين مستمر. لا صوت يعلو على تطبيق القانون في وزارة التجارة والصناعة، والتي يواصل مفتشوها جولاتهم التفتيشية على كل الأسواق التجارية التي تشرف عليها الوزارة بهدف إشعار المستهلكين كافة بالأمان ومخالفة وضبط كل من تسول له نفسه تجاوز القانون. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.